طيب تفضلي تبدأ رنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حتبان عندي الأسئلة في الـ questions السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع وأشكر عيادات الأعمال ونماء المنورة على تنظيم هذه الورشة لإزفادة جميع الفئات المستهدفة من رواد الأعمال وموظفين المبيعات والتسويق والإتصال المؤسسي في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وجميع القطاعات المهتمة بأنها تسوي خطط تسويقية اتصالية متكاملة حسب المفهوم الجديد اللي حنتكلم عنه اليوم يمكن هو مفهوم جديد تكاملي يجمع بين الاتصال والتسويق وهما يعني من الاساس تكامليين لكن النموذج اللي حناخده اليوم وهو نموذج تقني وعملي حيكون له اهداف كثير حنشوفها سوا ليش نحن ناخذ او يعني لازم نتبع الاتصال التسويقي التكاملي. وإيش الأسباب اللي تخليه مميز؟ أرجع أقول إنه نماء المنورة وعيادات الأعمال هي المنسقة لهذا البرنامج والمحتوى محفوظ حقوقه لعيادات الأعمال للبزنس كلينيك نبدأ بسم الله. طبعا نحن حناخذها استراتيجيه كامله وكل الناس اللي قد حضرت لي ورش واليوم الورشه يعني نفسها كلهم عارفين اني في الورش ما الجا للاشياء النظريه، النظريه بس بتكون في التعريف والديفينيشن، لكن بعدها ندخل على تطبيق الخطط التكنيكال البارت والخطط التقنيه دايرك. طبعا نحن اخذ مننا مجهود لترجم المحتوى زي اي كتاب اجنبي تقرأوه لما يجي يتحول لمحتوى عربي بعض الالفاظ التسويقيه ما تعطي معناها العربي نفس الانجليزي وهذا ليس ضعف في اللغه العربيه بالعكس لانه مو سهل انك تلاقي بالعربي المعنى نفس اللي يقصده التسويقي فاعتمد على شرحي انا لانه الشرح هو اهم من ونحن ما كثرنا في الكتابة يمكن بس هذه الصفحة لأنها ديفينيشن وطبعا الأسئلة مفتوحة حسب اتفاقي مع الأخوات في نما سواء يعني على الخاص أو سواء على المحادثات أو سواء الربع ساعة الأخيرة طبعا على إيش عرفوا التسويق الاتصال التسويقي التكاملي هو تنظيم وتخطيط مكونات وبيانات التسويق يعني نحن اوريدي عندنا بيانات التسويق وبنسوي خطه تسويقيه وبتلاقي الشركه برضه بتسوي خطه اتصال مؤسسي طب كيف لو نحن عملنا خطه اتصال تسويقي اتصالي متكامله يعني ما بيكونوا منفصلين وتحقق اهداف دا وتحقق اهداف دا وتحقق بالتالي اهداف المؤسسه اللي اصلا كل واحدة من هذه الخطط بتكون مأخوذة من الاستراتيجية لهذه المؤسسة أو أو المنشأة أو المنظومة أو طبعا إحنا نتكلم اليوم ابتداء من الشركات الصغيرة المتوسطة الكبيرة حتقولي لي حقول لك إنه المحتوى عام ونحن حنتطرق في الأشياء اللي يبغى لها تفصيل أو أقول هذه فقط للشركات الكبيرة وفي الأشياء اللي حتكون بس للصغيرة والمتوسطة برضو حأشير لذلك. طبعا لما يصير تنسيق في أي عمل من الأعمال يصير تنسيق وتنظيم بحيث يصير في تحكم في المعلومات المرسلة مما يقوي العلامة التجارية ووصول الهوية التجارية والبراند حقك لكل عملائك الداخليين والخارجيين طبعا في الفاظ تسويقيه اكيد الكل عارفها تسويق عملاء داخليين اللي هم الموظفين وكل اصحاب المصلحه داخل المنشاه وحنتطرق لهم لانه لا هذه الورشه يمكن يذكر فيها معلومات معروفه للكل وبيقولوا ايش بهرانا بتقول لنا اشياء مبدئيه لكن نحن حطينا مستوى الورشه مبتدئ نظرا لانه في ناس حديثي الوظيفه وفي ناس تشتغل في جهات غير ربحيه، وفي ناس تشتغل في جهات حكوميه جديد عليها هذه المنظومه، فأتمنى انها تكون مفيده، بما اننا نبدأها من من او المستوى الاول. فتكامل الجهود التسويقيه والاتصاليه بتعطي ادوات التسويق تعزيز اكثر وتأثير اكبر على المستخدم، وحنفهم كيف نقصد بهذا الشيء. بالنسبه لفوائدها امر لا غنى عنه سواء الشركات اللي تشتغل بي تو بي اللي هي تشتغل من شركات لشركات ولا اللي بي تو سي اللي هي تستهدف الافراد والاندفجوال الاتصال المتكامل يطور ويحافظ على هذه العلاقه المتبادله، يعني حنشوف كمان قدام مقارنه بين التسويق التقليدي والتسويق المتطور التكاملي اللي هو هذا دائما في صد ورد في اخذ وعطاء فانت بالتالي بسرعه تقدر انك تطور ما تستنى وقت على ما يكون عندك فيدباك ونتائج تقيس عليها نجاح خطتك ونجاح توجهك في التسويق وهذا مره مهم لاصحاب المشاريع واصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه. نجي بالنسبه للحفاظ على قيمه العلامه التجاريه هذا مره مهم الاتصال المؤسسي التسويقي المتكامل في الحفاظ على العلامه التجاريه وانها ما تغيب وانها تكون دائما فيزبل لمن يتوقع المستهلكين الجديدين على انهم يكونوا عملاءك او انت تكون جديد على السوق التفاعل القوي في كل يقولوا لها التاتش بوينت او نقاط الاتصال اللي انت تتواصل فيها مع العميل وحنذكرها قدام لانه في نقاط بعضنا مهمشها بعضها ما يهتم فيها او بعضها ما يفتكر او يضعها في الحسبان انها من نقاط الاتصال المهمه في اجراء العلاقه الاتصاليه التسويقيه تركز الاي ام سي اللي هي الانتجريتد ماركتنج كوميونيكيشن واللي قمنا بترجمتها انا والاخوان في عيادات الاعمال لعرضها عليكم اليوم باللغه العربيه بما انه هذه كانت اللغه المطلوبه في تقديم الـ الورشه تعتمد الاي ام سي على المستهلك، انت تدرس احتياجاته زي اي دراسه تسويقيه لكن هنا الفرق انك انت كمان حتدمج اهدافك التواصليه او الاتصاليه للمؤسسه نفسها. فهي حتلبي حاجات السوق المستهدفه من خلال ملاحظه البرفورمانس والتصرفات وردود الافعال من العملاء المستهدفين واصحاب المصلحه المستهدفين من العمليه التسويقيه الاتصاليه. لما نجي ليش نحن رايحين على الاي آه طبعا هي هي يعني قاعده تدرس لها ثلاث سنين في الجامعات والمعاهد العالميه من ثلاث سنين يعني من قبل ثلاث سنين من 2017 من اول ما بدات الازمه الاقتصاديه والناس بدات تطالع للكت كوست وتطالع لتقليل المصاريف وتطالع ل اداره هي اللي تحقق الاهداف باقل تكلفه وهذا طبعا تعتبر كفاءه اداريه والكف... والإدارة التسويق أو الاتصال واحدة من هذه الإدارات اللي لابد تكون عندها هذا التوجه مهما توفرت معاها الماديات جينا بعد الجائحة وجائحة الكورونا ما جات وبرضو أثرت على الاقتصاد إحنا طبعاً من الدول اللي تأثرت كل الدول حولنا تأثرت اليوم واجب كل صاحب منشاه كل صاحب اعمال كل موظف جديد في مكتب حكومي او خاص او اداري انه يتوجه للطرق التسويقيه والاتصاليه الموفره وفي نفس الوقت اللي تكون لها تاثير كبير كانه دفع فيها مبلغ كبير وهذا سبب التركيز على الاي ام سي ورغبتنا في عيادات الاعمال اننا نطرحه وننشره مساعده كثيرين من اللي يلغوا من الميزانيات حقتهم ميزانيه التسويق يعتمد على تسويقه الشخصي، هنا الخطوات اتبعها وسويها، ان شاء الله انك تكون على الاقل انجزت 70% من اللي تحتاجه، والشركات الكبيره حنتطرق لما لما تكون تحتاج وكيل وشغلها كبير وما يقدر الفريق الداخلي انه هو اللي يغطيه ايش كيف تسوي الملخص التنفيذي للاتصال التسويقي المؤسسي المتكامل ايش الاسئله اللي لازم تجاوبها كل هذا جاي في في العرض اليوم ان شاء الله اتمنى لكم كامل الاستفاده بعد هذه المقدمه كويس ما في اسئله بعد المقدمه طيب طبعا هي ليه كاتبين عنها الطريق الى المستقبل هي حقيقة التوجه المستقبلي زي ما انا ذكرت لانه الظروف قدام كلها رايحه تروح بعد الجائحه ما بقول انها رايحه لازمات اقتصاديه لا انا اقول انها رايحه لاكثر لطرق اكثر ذكاء توفر الوقت توفر الجهد توفر المال وهذا المزيج التسويقي اللي عاده احنا بنقول عليه الماركتنج آه ميكس آه اليوم هو لازم يصير في كل آه الـ الـ نقاط الاتصال او التاتش بوينت طبعا التنفيذ تتيح هذه الخطه اللي حنعرضها اليوم التنفيذ الفوري والنجاح عبر منصات متعدده منصات سواء اجتماعات منصات استقبال في ريسبشن او مكاتب استقبال الشركات او حتى المنصات التسويقيه اللي هي السوشيال ميديا والاعلام التقليدي او الترديشنال ميديا طبعا احنا هنا مو ودنا بس نتغلب على المنافسين او نظهر معاهم او نظهر بينهم او يصير المنافسه بيننا قويه، كمان عشان نبقى على المدى الطويل لانه على قد ما انت نشرت التاتش بوينت ونقاط الاتصال حقتك على قد ما انت كانت لك استدامه وهنا حابه اكرر شيء خارج الموضوع بس هو يهمني شخصيا اي شيء تسويه آه سواء كتسويق او اتصال او حتى كنت انسان دورك التخطيط لازم آه يعني we have to او وضعنا في الاعتبار آه للاستدامه والsustainability في كل ما نقوم به وهي معناتها انك مو بس تغطي تكاليف المك الشيء كمان انه يكون له آه امباكت واثر طويل آه مختلف عن ما كنت انت تقيس الاثر وهذا الشيء حنشوفه قدام. آه طبعا نبدا ايش آه حيكون مكونات العرض اليوم؟ اقولها على سريع مب... الاتصالات آه، التسويقيه المتكامله لها ثلاثه آم... اركان اساسيه المبادئ البرنسبل حقتها والبرنسبل مره مهمه حنشوفها واحد واحد المبادئ مع بعض كيف تبني اتصالات تسويقيه متكامله اذا واحد من المبادئ نقص معناته انت لسه لازم تكمله اعتقد انه الشركات اللي ناشئه لها فتره اكيد عندها واحد او اثنين بس هنا حنبدا من الزيرو من محل ما تبدا بالستوري تيلنج واللي احنا نقول عليها سرد القصه ما وراء الهويه او او البراند اثنين استراتيجيه الدعايه الاعلاميه كيف احنا نسوي دعايه اعلاميه الخطوات واللاعبين مين اللي يلعب دور في المنشأة بحسب كبرها أو صغرها الاستراتيجية الإعلامية المفاهيم والعملية طبعاً يصير حنقول المبادئ والبرنسبل حقة الـ IMC والاتصالات التسويقية المتكاملة استراتيجية الدعاية الإعلامية الخطوات واللاعبين الاستراتيجية الإعلامية آخر شيء كيف نسوي الاستراتيجيك والمفاهيم والعمليه، ايش المفاهيم اللي لازم نضعها في الاعتبار لما نسوي استراتيجيه وما ننساها نحطها في بالنا، والعمليه كيف تقوم عمليه بناء الاستراتيجيه. طبعا حتلاحظوا في كلامي بعض الالفاظ الانجليزيه هي مو لاني ماني قادره اكمل بالعربي بالعكس، لكن لانه بعض الالفاظ حتسمعوها برا حتقراوها في كتب التسويق او حتشوفوها في, في الانترنت لما تسووا بحث عن الاي سي. فالافضل انه يكون اذكرها بعض الاحيان والاخوات ما مانعوا في نماء المنوره. بالنسبه للمبدا الاول رقم واحد تحديد انواع وسائط الاتصال. طبعا هذا مره اساسي وبيسك اللي بشرحه ارجع اقول لانه في ناس معانا سنه اولى سنه اولى مبيعات سنه اولى تسويق توهم بادئين الوظايف ويسعدني وجودهم وعددهم ما هو قليل شرفونا اليوم بالنسبة للوسائل لما نيجي نحددها طبعا ما بنحددها من العدم بيكون عندنا توجه اداري من الاداره العليا في الشركه او الاداره العليا في الوزاره او الهيئه او المنظمه او انا كصاحب اعمال عندي توجه وفين ابغى اكون او ايش وسائل الاعلام اللي احتاجها عشان اطبق الخطه اللي ابغى انفذها. طبعا عندنا وسائل الاعلام المدفوعه هذه مختلفه سواء شيء منشور ومطبوع زي المجلات والمنشورات والبروشور التي في نفس الشيء كله بيكون طبعا مدفوع كدعايات اعلاميه او الاعلانيه اللي في اللي في الشارع اللوحات اللي في الطرق هذه كلها تعتبر مدفوعه وتراديشنال وسائل الاعلام العامه اللي هي لا يمكن للشركه كمان طبعا الاولى يمكن للشركه التحكم فيها لانه انت تدفع عشان تحصل على الخدمه الثانية لا يمكن للشركة التحكم فيها اليوم كتبت عنك الجرائد في تويتر في أحد كتب عنك عملت شيء أو طلعت دعاية في تلفزيون من النوع الأول اللي هو وسائل الإعلام المدفوعة دفعت فيها وطلعتها جاك وسائل الإعلام العامة تكلمت عليها سواء بالإيجاب أو السلب في النهاية أنت يعني ما تقدر تعمل لها كنترول أو تتحكم في هذه الوسيلة اللي هي رقم اثنين نجي للوسائل الوسيلة الثالثة لو أنا سريعة بليز عادي أعيد بالنسبة للوسيلة الثالثة اللي هي الوسائل الخاصة اللي هي تملكها الشركة الويب سايت حقي أو الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة التطبيقات التابعة لخدماتي سواء أنا شركة توصيل طعام سواء أنا شركة تقدم أي خدمة كل قوة المبيعات يعني كل فريق السيلز، الناس السيلز اللي حاضرة اليوم ومبيعات، أنتم مملوكين وجميع ما تقولونه للمنشآت اللي تديركم. ما نتبع أي سياسة شخصية أو آلية نعتمدها أنها صح بدون ما تكون موافق عليها ومعتمد عليها ومعمم عليها في المنشأة أو المنظمة أو الشركة اللي نحن نمثلها، لأنه أنت هنا كلك على بعضك تمثل المنظمة اللي أنت قاعد تطلع باسمها أو قاعد يصير الاتصال تحت مظلتها أو أي من ممتلكات الشركة حتى لو كان في رولب حتى لو كان في شاشة معظم الشركات الآن في البيئات الداخلية فيها شاشات تواصل فهذه كلها يمكن للشركة التحكم فيها وما في عليها تأثير من الجهات الخارجية هذه ثلاثة أنواع الوسائط اللي تستخدم في الأعمال أرجو أنها تكون واضحة نيجي للبرنسبل 2 بعد ما حددنا إيش نوع الوسائط اللي نبغى آه نستخدمه في العملية الاتصالية آه التسويقية نيجي للمبدأ الثاني وهو الخطط الإعلامية طبعاً إحنا بنبدأ أي شيء لازم نحط له هدف آه وهنا آه نوصل قيم المنظمه والاهداف التنظيميه، الاهداف تكون موجوده من الاستراتيجيك الاساسيه حقت البزنس، لكن القيم من فين حنجيبها؟ طبعا الكل بيقول لي ايش يعني قيم؟ كيف انا اسوي للبراند حقي فاليو؟ اي براند حتى لو كان حق يعني يعني حق ماء شرب ولا حق اي نوع من انواع المنتجات او الخدمات او انت وزاره او انت شركه، لا يمكن وزاره تنشا ويظهر البراند حقها وما عندها قيم، يعني طبعا الوزارات مرتاحين لانه اصلا في رؤيه 20 سهلت علينا الجولز وسهلت علينا الكي بي ايز وسهلت علينا كل شيء الوزاره الرؤيه 20 -30. طبعا سهلت على القطاع الخاص بس انا انصح رواد الاعمال والمبتدئين في الشركات الخاصه وكمان في الشركات الحكوميه انه يكون عندكم فاليوز خاصه يجي رائد الاعمال يبني كل البروجكت وسبق لي حضور واكون من ضمن لجان تحكيميه في مسابقات عشان جوائز لرواد الاعمال ما ننتبه لقيمه الفكره الا لمن يسرد رائد الاعمال ليش هو فكر في هذه الفكره؟ ليش هذه انشاها؟ هذه الستوري تيلينج انت يمكن تعتبرها بس سبب انشائك للمشروع بينما هي تكون المنبع اللي تطلع منه الستوري تيلينج والفاليو اللي بعدين تطور وتصبح رسائل اتصالية تطلع منها الفيجن تطلع منها طبعا قصدي الرؤية المهام الميشن تطلع منها كل الرسائل الاتصالية اللي يقولها الرئيس والسي او في في الببليك سبيكينج والتحدث على العلم علن ولا حتى تقولها الرد الآلي في الهاتف ولا يقولها موظف الاستقبال عند الاستقبال ولا تطبعها الشركة على الجدر في المكان الموظفين أو آريا هذه كلها تنبع من القصة الأساسية فلا تستهونوا بالستوري تيلينج أو الستوري اللي تكون أو القصة اللي خلف الهوية المؤسسية اللي أنشئت بسببها الشركة طبعاً القيم تعطي ثقل للبزنس وتعطي وهذه بداية ثقافة العمل غير أنك حيكون عندك أهداف تنظيمية غير أنك حيكون عندك قيم كمان حيصير عندك مع الوقت ثقافة تنشر الوعي بالمبدأ والقصة اللي بدأ منها البزنس أتمنى يكون كلامي مو مرة عميق ومفهوم بحاول أوصله أن المحتوى كان كله مو باللغة العربية نجي للتواصل والاحتفال بالإنجاز السنوي طبعا خلينا نحط دائما من أهداف الاتصال السليبريشن يعني الموظفين حقون الاتصال بيتواصلوا طول السنة بيسووا طول السنة إذا أنجزنا هدف معين إذا وصلنا لأهداف معينة حتى لو بس بدأنا بيننا أنشأنا فاليو حنشوف قدام شركات عالمية أمثلة على وحقول شفويا بعض الأمثلة على الشركات والقيم التابعة لها طبعا ليش نحن نبغى نجعل منظمتنا مرئية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين زي ما قلنا في الأعمال والحكومة بنقول إحنا موجودين أنا اليوم موجود أنا صاحب هذا العمل أنا هذا رسالتي وهذه خدماتي إذا أنت مو موجود على هذه المنصات ولا عندك هدف اتصالي ما راح أحد يدق بابك ويجيك وإذا جاك مرة أو مرتين حيكون لفت نظره أحد ثاني بدأ يسوي اتصال أقوى من الاتصال اللي إنت تسويه. طبعاً أرجع أقول ضع منظمتك، سواء كصاحب عمل ومبتدئ لمشروعك أو موظف في جهة فيها ثقافة وفيها قيم، أكثر تنوعاً يعني لا تكون منغلق على نفسك يعني حنشوف قدام أمثلة لكل الجهات الرياضية كيف خرجت عن كونسبت الرياضة حقت الأزياء خرجت عن كونسبت الأزياء لأنها تعني أكثر من ذلك فلا تكون النظرة ضيقة في بناء الفاليو وبناء الثقافة المؤسسية في المنشأة طبعاً لازم هنا أنوه حبيت أني أنوه ويكون واضح للجميع أنه هدف الاتصالي يختلف تماماً عن هدف العلامة التجارية علم الهداء العلامة هدف العلامة التجارية هذا اللي بيكون وراء الستوري تيلينج عشان أنت والله تقدم خدمة تمريض للناس في المنازل من وراء قصة حصلت لجدتك آه والله أنا هدفي أعطي كونستركشن نظيف واسوي مشاريع اسلمها اون تايم ويكون عندي الاكسلنسي واحده من الفاليو حقتي هذه تكون هدف وراء العلامه التجاريه، هدف كبزنس وكي بي ايز للاستراتيجيك ليفل عندي والبورد او اذا كنت مشروع صغير هدف للشركاء او اذا كنت واحد لوحدي هدف لي كمدير مشروع او سي او وممكن تكون هدف لي كموظف اني احقق هذا الشيء من العلامه التجاريه، لكن هذا غير اهدافي من الاتصال، اهداف الاتصال هي تسويقيه اتصاليه بحته هي توصل المعلومات وترجع بالمسجات وترجع بالفيدباك او لا اللي هي التغذيه الراجعه بالعربي ينقال عليها. طبعا اللي بعدين يبغى يسال ايش الفرق وما اتضح عادي انا نعيد. نجي للاتصالات التسويقيه المتكامله ايش الفرق بينها؟ وهذا المبدا رقم ثلاثة، البرنسبل رقم ثلاثة عشان تكون فاهم الاتصالات التسويقية المتكاملة لازم تفرق وتعرف قيمة أنك تقوم بيها ولا أقوم أنا آه رنا هذه تبغانا نختصر الوقت خلينا نتبع التسويق العادي اللي إحنا نسويه ونتبع التس الاتصال المؤسسي اللي دائما نسويه، خلي إدارة الاتصال لوحدك وخلي التسويق لوحدك وخلي كل واحد لوحده. لا انت خلي السيلز لي هم يعني يتواصلوا مع التسويق وقت ما يحتاجوا لكن الاتصال والتسويق خليهم سوا. الاتصالات التسويقيه المتكامله الحديثه بترسل فكره واحده لكن عن طريق كذا محطه، ما حضطر اسوي اعلان واحطه في التلفزيون ويشوفوا بس نوع واحد اودينس الناس اللي جالسه قدام التلفزيون، طب اليوم الناس اللي في مكاتبها من الشروق الى الغروب وتتابع تويتر وتتابع يوتيوب وتتابع الجهات التانية المنصات الثانيه فكره واحده وتقدر انك انت تنشرها عن كذا على كذا منصه لكن ونعتبرها ارجع اقول انها تاتش بوينت بلاش نتكلم عنها كمنصات لانه ارجع اقول في الميتنج في تاتش بوينت في البرزنتيشن والعرض التقديمي اللي تقدمه في الاجتماع لا تنسى دائما تحط المسج حقك في البدايه وفي النهايه وتذكر الناس عندك في ام بي سي الامل دائما آه الزملاء في ام بي سي يحطوا في البدايه وفي النهايه اذا كان شيء له علاقه بالغير ربحي بيحطوا لك ام آه بي سي الامل فما ينسوا يحطوا الرساله حقتهم آه يحطوا الرسائل الثانيه اذا كانت تخص المواضيع الثانيه آه عندنا في نسمه نقول تخيل الامكانيات ما ننسى دائما نقول تخيل الامكانيات لانه اللي احنا نوريه واللي يكون يبهر العمل في النهايه نقول تخيل الامكانيات، اليوم في عيادات الاعمال نحن نقول ان هي يمكن اوثق جهه تقدر تجيها عشان تاخذ أه استشارات غير ربحيه او او تطوعيه من اجزيكتيف أه لهم خبره ولهم موارد كثير في الحصول على احسن المحتوى التقديمي في التدريب او حتى في نشر الوعي الجديد لرواد الاعمال بالذات نجي للوسائط المتعدده للتواصل، طبعا الاي ام او الصلاة التسويقيه المتكامله تستخدم هذا الشيء بينما الاتصال القديم او التسويق القديم يستخدم البروشورات ويستخدم المسجات ويستخدم ففيها محدوديه اما هنا فيها تعدديه. طبعا هنا تلامس كل دور للشركه، ارجع اقول انت يوم تصمم حمله اتصاليه تسويقيه متكامله معناته حتبدا من الاستيكر اللي ينحط على العلبه اللي تغلف منتجك الين الكلمه او الرساله اللي ترد على المسج الهاتفي او حتى تقول للعميل انتظر على الهاتف، حتى تكون اول شيء يستقبل العميل لما يجلس في الميتنج روم كشاشه. لكن في التسويق التقليدي ما يعتمد هذا الانتشار، لكن نحن نسعى انه كل تاتش بوينت، كل نقطه اتصال مرئيه، سمعيه، لو كان فيها أشياء فيها شم أو حاسة ممكن أن أنا فيها ما نعرف قدام so, um, ، هذا التلامس في كل نقطة اتصالية تسويقية مرة مهم لأنها تكون أكثر تعزيز للرسالة عشان توصل خاصة في الزمن ده صرنا في اليوم الواحد تمر عليك أكثر من خمسين رسالة أكثر من خمسين لدرجة أنك ما تركز وتقول يمكن هذا شفته في مكان بس ما أعرف فين متى حينتبه لك الناس وأنت تقدر أنك تكون موجود في ذاكرتهم، متى ما تميزت، متى ما كانت رسالتك فيها فاليو، فيها القيم، وفيها الثقافة، وفيها التميز انه هذا انت، حتى اللون حق الشعار. طبعا ضع في اعتبار قيمة حياة العميل، واللي هي الكلاينت ليفينج فاليو. طبعا القيمة ما نتكلم عن قيمة مالية، هي ليه اسمها فوليوم؟ الفوليوم هو يعني زي شيء له قي حجم وتضخم تضخم العميل أو مدى وجوده في منطقتك وعدم ذهابه لمنافسين هذه قيمة حياة العميل جوة منشأتك اليوم أنا عميلي استخدم الشركة الفلانية للتوصيل مدى استمراريته في استخدامك وعزوفه عن أنه يستخدم غيرك هذه قيمة حياة العميل مع عمله معك الكلاينت لايف فوليوم كل ما طالت المده واتسعت النشاطات اللي يستخدمها فيه معاك هذا معناته الفوليوم حق العميل معك كبر وال والقيمه حقته كبرت وانت قيمتك عنده زادت وهو قيمته يعني القيمه متبادله وهذا من اهم يعني فوائد الاتصالات التكامليه التسويقيه التكامليه. طبعا نجي للتسويق التقليدي يتحكم في الميزانيه لحد كبير، اما الجهات يعني التسويق التكاملي لا تتحكم في الميزانيه لانها معظمها تطبيقات واشياء حقيقه يعني قيمتها مقدور عليها من معظم الجهات اللي تعتمدها. هذا مثال لكل التاتش بوينت اللي ممكن يصير آه وطبعا أنا جايبة مثال أكثر شيء ممكن يكون في آه نقاط اتصالية. آه عندك الـ الـ سواء الأويرنس من يوم يبدأ في الكاستمر جورني من بداية النولج من يوم يصير فيه المعلومة وطبعا زي ما انتم شايفين في الكونتاكت سنتر، في الايميل، طبعا الايميل لا ننسى انه رسالتك تحت التوقيع، انه صورتك في, في الايميل، آه إذا كان توقيعك تابع للهوية أو لا، ألوانه، الخط حقه. جملتك اللي تبدا وتنهي بها البزنس ريبورت ولا البزنس ايميل لشريك لعميل لزميل لستيك هولدر داخليين اصحاب مصلحه داخليين رئيسك في العمل رئيس قسم رئيس اداره ثانيه يعني انا دائما اقول لاصحاب المناصب انتم مسؤولين اكثر قبل الموظفين لانه نحن وي تو ليد باي اكزامبل او نحن الاداره بالمثل هي انجح طريقه لنشر الثقافه او القيم ما ينفع اسمع على الموظفين وانا ما اطبق مره ما ينفع فهو اسهل طريقه حتى مقنعه انه مو هو بيقول لنا نحن كمان نشوفه وهذه موجوده عندنا في المجتمع السعودي ويعني من أكثر الناس اللي تعاملوا في مشاريع سعوة 100% بالمية عن تجربتي الشخصية أقول إنه أكثر طريقة تكون لطيفة و طيبة مع الموظفين إنهم يتبعوا إيش نقول ولا إيش نحط ولا إيش نقرر كإدارة إنه نبدأ بنفسنا كإداريين في تطبيقها وبعدين هم مع الوقت حتى لو كان في ريزيستنت أو, أو مقاومة أو عدم اقتناع أو عدم تعود مع الوقت حيتعودوا لانه حيشوفوها فيك وحيشوفوا اثرها الايجابي خاصه اذا انت مثلتها باقتناع وكمان مثلت هذا الشيء بطريقه ايجابيه جدا طبعا يتخلل كل نقاط التلامس قبل الزياره تذكير قلوب الموعد عملك للرابط حق الميتنج كل شيء ترسله للعميل حتى الرابط قبل الاجتماع اذا ارفقته بالمسج حقك حيوصل ويلامس يعني انت عززه قد ما تقدر عبالي يجي يجتمع معك قدو جاهز مجهز انت بس حتعمل له تك وهو حيقول لك امين آه، تنيجي وقت الفيزيت او الزياره اذا كان مكان فيزيكال اذا كان زي الوضع الان معظم التواصل بيكون اونلاين برضو نقدر نحن آه، نحط كل الرسائل قبلها وبعدها الفيدباك سواء ترسل له سيرفي كيف كانت الخدمة سواء كان بعد الاجتماع ترسل له المينيت أوف أو شكرا على الاجتماع معنا أو إنه إيش أكثر شيء عجبك في الاجتماع وإيش ما عجبك والبوست فيزيت اللي هو زي ما قلنا سواء ملخص الاجتماع سواء التوديع إذا خارج من عندكم في الميتنج إيش حيكون مع السلامة مع السلامة كيف حيكون شكلها يعني دائما خلي لك الين العميل ينقطع في الاتصال معك لسه لك تاتش عليه وتلامس في كل نقاط الاتصال اللي ممكن تقدر تستخدمها لمصلحتك. بالنسبه ل... نجي للبرنسبل الخامس اللي هو اكتشاف نقاط الاتصال للمنظمه ياتي هنا دور مين؟ بناء اتصالات تسويقيه في جزء الوسائط. لما نجي للوسائط طبعا لما نستوعب مفاهيم الوسائط سواء تقليديه او خارجه عن الوسائط التقليديه اللي هي تويتر وفيسبوك ولينكد ان، خارج هذه الوسائط بنكون الناس الطبيعيين في اجتماعات بنكون في مؤتمرات وهذه مره مهمه يعني احنا ممكن نكون مؤمنين بشركه مؤمنين بكل الموظفين فيها لكن تنصدم بشخصيه او تعجب بشخصيه بسبب وجودك او مقابلتك لرئيسها او ممثليها في مؤتمر او منظمه او اجتماع وهنا تلاقي السوشيال بيرسونز ولا الناس الاجتماعيين اللي عاده بيكونوا ممثلين الاتصال المؤسسي او يكونوا ممثلين الشركات او حتى بعض السي اوز النشيطين الرؤساء التنفيذيين خلينا نقول وهذا عصرهم لأن الرؤساء التنفيذيين اكثر شيء ينظر اليه اليوم كماغنتيك او مغناطيس للاعمال للتسويق للاتصال فارجع اقول انه هنا القياده بالمثل هنا بتنكشف الاقنعه هنا ما ينفع تنفعك الادوات الالكترونيه وهذه الاكثر خطوره والريسك اذا ما كنت جاهز عادي انك كمدير تنفيذي تاخذ دوره في الخطابه عادي انك تقوي لغتك الانجليزيه عادي انك انت تحضر سيشن آه كيف توقف وتشرح برزنتيشن اذا كان عندك مع شركاء ولازم انت اللي تقوم بيه مو واحد من موظفينك وانا يعني لا يمنع انك انت تطور من مهاراتك مهما وصل آه يعني منصبك الوظيفي آه تشجع اللي حوالينك وانت يعني ليد باي اكزامبل انه انت كمان تكمل تعليق لانه خارج الوسائط هنا يبان اللاك وال 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 والوجه الحقيقي للمنظمه من اختيار المنظمه لممثليها والناس اللي تعكس ثقافتها نيجي على وسائل الإعلام طبعاً هذه سهلة وكلنا مستوعبين أن وسائل الإعلام أنت بتحط فيها البوست وبيجيك الرد حسب قيمة المحتوى اللي أنت حاطه بالنسبة لإطلاق المنصات الإعلامية المنصات الإعلامية لازم نحط لها خطة إطلاق طبعاً وضع البيانات أو الجرد البيانات في المنظمة حتقول لي يعني أنا ما عندي مخزن حأجرد إيش بضاعة لا هي المعلومات مو كل المعلومات اللي موجودة في الانفنتوري ولا الصورة اللي موجودة في الانفنتوري يمكن ما تكون هاي ريزولوشن يمكن تكون الفيديوهات قديمة يمكن يكونوا في ناس مشيوا من المؤسسة أنا ما يعني ما ينفع إنه أنت عندك موظفين خرجوا تبغى توفر وتستخدم الصور القديمة والموظفين اللي موجودين وقاعدين يتعبوا واللي انت تعرف انه ممكن يفرق معاهم انهم يكونوا في ملصقات الشركه ما تظهرهم، واذا كان عندكم ثقافه داخليه انه معظمهم ما يبغوا يطلعوا في الدعايات وهذه وجود هذا الريزستنت في الشركات، عادي تستعين بموديل وناس يصوروا لك صور تسويقيه، لكن دائما يحبذ انها تكون من داخل المنظمه عشان تعكس شفافيه أكثر يعني أنا مو ضد الرسم البياني والكاركتر لكن إذا كانت منظمة حية زي مطعم زي كافيز زي مدرسة ما حسيب الطلاب وأجيب صور أجيبها على ناس وهميين أو رسومات كل ما كانت الصورة حية كل ما كانت خلت المتلقي يهتم أنه يشوفها وطبعا أسوأ شيء انك تاخذ شيء جاهز من النت، هذا أسوأ شيء. نيجي لخطه وسائل الاعلام العامه والمملوكه مع المنظمه، هذه حنشوفها قدام لو انت احتجت جهه تتواصل معاها او تكون وكيله لك في انها تبني المحتوى، ايش الاشياء والعناصر ما ترمي لهم الخطه الاستراتيجيه لادارتك وتقول لهم يلا سووا لي خطه اعلاميه. مهما أنا مع إننا نجيب مستشارين وجهات استشارية من برا تبني معانا الخطط التسويقية مهما كنا شركة كبيرة أو وزارة، لكن ما يعرف أهل البيت إلا أهله، يعني لازم تعطيهم أنت إيش تبغى تحقق؟ الرؤيه ايش تقول الاستراتيجيه في شركتك ايش تقول الثقافه عندنا ايش تقول والاستراتيجيه عندنا والاهداف والجول والستوري كلها نحطها موجوده حتكون عندكم سهله الان الخطوات ايش اللي حتجهزوا لهم عشان تعطيهم ويرجعوا لك بدوكيمنت أه او مستند على الاقل في 70 80% من اللي انت أه تبغاه نجي هذا الكلام طبعا عن التعاقد مع الوكالات الاعلاميه آه لما تبحث عن شريك انه يساعدك ايش الاليه حنشوفها قدام طبعا نحن ما نقول لا تعظم الانفاق على على وسائل الاعلام هو اصلا اللي دارج الان لكن عظم النتيجه اكثر من القيمه اللي موضوعه كـ كمال او كماني هي لانها حقيقي ما هي بالفلوس بالجهود وبجوده المخرجات واحنا نتكلم قدام على انها بالكواليتي مو بالكوانتيتي او بالكم بالكيف وليست بالكم او بالجوده او المحتوى وليست بعدد المشاركات طبعا هذه من من افضل الشرائح عندي اللي هي الخطوات اللي نحن عاده نحتاجها المعذره نحتاجها عشان نبني الاستراتيجيه دخلنا في الاستراتيجيه وخطواتها وأرجع اقول الورشه هذه تقنيه و... ويا ريت الكل يعرف انه الورشه جالسه تبث مباشر على لينك في يوتيوب الان يوتيوب نماء المنوره جلسه تعرض الان مباشر للاخوان والاخوات اللي حابين يتابعوا عن طريق اليوتيوب آ... تعالي يا رنا ورينا كيف نسوي الخطه التسويقيه الاتصاليه التكامليه اول شيء تحدد السوق لمن انت اي سوق أنت مطاعم، أنت لوجيستيك و... وتوصيل ولا شحن ولا... إيش القطاع الأعمال اللي أنت تخدم فيه؟ آه واليوم نحن مثلاً في نسمة عندنا ثمانية قطاعات أعمال. آه لما كل قطاع له طريقة في التسويق والاتصال مختلفة. قد يظهر البعض وقد يختفي البعض لانه السوق ما او ي... لانه قطاعه ما يحتاج نفس طريقه التسويق، وهنا تغلط الناس لما تقول انه ليه هذا مو نفس هذا؟ نفس الشيء تلاقي شركات شبيهه في في النشاط لكن ما عندها نفس اليه التسويق وهذا لا يعني إن هم غلطانين، هم عارفين مين عميلهم، ناس يستهدفوا الاندفجول والعامه والافراد وناس تستهدف الشركات، وهنا اليوم ان شاء الله تحقق الاستفاده من هذا المحتوى. فنحدد السوق لمن؟ ونحقق ونحدد استراتيجيه الاعلان، فين حنكون؟ يعني ممكن تجيك شركات كفرات السيارات، يقول لك انا ما احتاج اكون اصلا على السوشيال ميديا، هو معه حق، هو حيكون بس على التقليديه في التلفزيون، ممكن يكون بس في يوتيوب، عنده مقاطع جانبا يعني للتي في وتقليلا للمصاريف، فحسب القطاع الاعمال سوقك وين؟ حتكون في استراتيجيه سواء للاعلانات، طبعا ما ننسى عنصر الابداع، لا نكون تقليديين لكن في نفس الوقت لا نوصل للابداع لاننا نفقد الاحترافيه، يعني ادخال افلام الكرتون او الرسومات جميل لكن يختلف من هدف لهدف، اذا كان انا البراند حقي كاجوال آه زي مطاعم البرجر وما ابغى اذكر طبعا ولا مطعم من مطاعم الزملاء اصحاب الاعمال عشان لا يقولوا دعايه. لكن اي مطعم يكون شبابي وكاجوال واصلا الثيم حقه ينفع يكون الابداع او الكاركتر حقه او الكرياتيفيتي حقته جايه على شكل كرتوني على شكل رسومات فيها من الضحك والفن لكن ما ينفع اجي لجامعه اكاديميه او لشركه قابضه او لوزاره اسوي هذا الشيء الا اذا كانت تخدم كامبين معين او حملة اعلانية معينة لها فترة مقتصرة لها فئة مستهدفة معينة لها هدف يستهدف اتكلم عن الفنانين المسرحيين من هيئة الترفيه اقدر اسوي هذا الشيء، لكن في الاعمال قطاعات الاعمال والبزنس لازم يكون فيها شيء من كل ما كانت بسيطة واضحة جدية شفافة وتصل للهدف وتعكس أرجع أقول ثاني القصة والقيم القصة والقيم والثقافة العمل طبعا قلنا على المهمة وأنها تكون موجودة الرسالة ومحتواها بالثلاث العناصر اللي قلتها وقلت تكلمنا عن تحديد وسائل الإعلام وكيف أنت تحدد إيش اللي يناسبك وما يناسبك ونيجي للمزيج التسويقي في شركه يناسبها انها تروح للتراديشنال ميديا التقليديه التلفزيون والصحف وال وكل الاعلانات اللي في الشوارع ويناسبها تكون على السوشيال ميديا ليش لا طبعا في معظم الجهات بيكون عندها مزيج تسويقي مره ممتاز لكن اجي كشركه كونستراكشن او بناء هل ينفع اكون على الانستغرام مثلا لا طبعا ما ينفع ايش حستفيد لكن احتاج اكون على لينكد ان عشان استقطب الكفاءات الوطنيه لما اجي اسوي مشروع غير ربحي المفروض اكون على لينكد ان على انستغرام على تويتر على انا مو مره احبذ السناب شات الا على الانشطه اللي فيها زيارات او لأني الا الان ما اعتقد انه السناب شات يكون فعال غير وقت المناسبات وحنتكلم عن السيزونال بس ينفتح بفلتر معين بثيم معين عشان يكون في ذكرى للموظفين والناس اللي في نفس المنطقه، لكن انا مو مع الصراحه سناب شات للجهات المتخصصه، لكن رواد الاعمال في بعضهم يحتاجوا عشان ينشروا مشاريعهم في البدايه. نيجي للميزانيه، الميزانيه مره مهمه توضع من البدايه. توضع معها كل هذه الخطط انت اذا حددت كل هذه العناصر وهدفك منها سهل عليك تحط الميزانيه لانه سهل حتجيب تسعيرات من اكثر من مكان عشان تكون انت حددت ايش تحتاج تطبق نيجي للقياس والتحسين القياس والتحسين حيكون اللي هي الكي بي ايز نحن نقيس ونحسن والحلو في الخطه الاتصاليه التسويقيه أم... الاي ام سي انه انت ما تحتاج تستنى نتائج ربعيه عشان تشوف انت حتشوف كم امبريشن في التغريده حتشوف كم لايك جاك في لينكد ان حتشوف كم جاك وفي كثير تطبيقات ما ابغى اذكر عشان لا تكون دعايه ايش في تطبيقات تقيس اثر المنصات الاعلاميه واللي تقول لنا اذا كان نحن قاعدين نسوي صح ولا ما نسوي صح نيجي للاعبين في الخطه اللي قلناها الخطه اللي قلناها هذه الكامله مين اللاعبين فيها هل واحد اللي حيسوي كل دي الادوار طبعا لا عندنا تنفيذ الاتصال او المدير التنفيذي الاتصال المؤسسي يمكن يكون هو السي او نفسه في بدايه المشروع الصغير في مؤسسه او وزاره بيكون راجعه حتى لمنصب تحت الوزير مباشره بيكون هو اللي بيسوي اي موافقه على اي اعلان او اتصال او محتوى حساس ممكن يطلع نيجي للشركات ممكن يكون سي او اذا شركه صغيره اذا شركه كبيره بيكون الهيد اوف كوربريت كوميونيكيشن هو اللي بيسوي الابروفل لازم يكون في مدير اعلامي او المتحدث الاعلامي اللي يكون يتحدث عن الشركه يظهر في المؤتمرات يمثلهم في نفس الوقت يكون واليوم التوجه جميل جداً مع رؤية عشرين وزاراتنا الجميلة كل وزارة عندها متحدث رسمي نحن صرنا نعرف وجوههم نألف كلامهم نعرف طريقتهم في الكلام نتحمس نعرف إيش هيقولوا وحقيقي صار عندنا آم آم لفت لهم و يعني انجذاب لهم اكثر من الـ من, الـ من المناصب اللي اعلى منهم لانه هم اللي بيخبرونا وهم اللي بيتواصلوا معانا وهذا يبين قد ايش الانسان اللي يمثل المنظمه او اذا كان انت شغلك في الاتصال او السيلز او التسويق طالما انت انسان متصل مع الخارج او مع الداخل لتمثيل منظمتك او الشيء اللي بتبيعه او بتروج له او بتسوق له او الرساله بس اللي تبغى توصلها قديه انت دورك مره مهم ولا تستصغره مره دورك مهم مره دورك حساس مره دورك ممكن يبني او يهد مره منصبك يجب ان تضع في الاعتبار انه انت حتبدا بمثل مبيعات تبدا بمثل تسويق لكن انت اليوم تمثل هذه المنشاه بكل ما فيها فهذا المدير الاعلامي لو نوصل مدير اعلامي قد عدى في كل هذه المراحل وعارف ايش يقول واخذ الموافقات اللازمه وانا مع انه يكون في جدول صلاحيات واثوريتي ماتريكس في الاداره الاتصاليه التسويقيه اللي طبعا ارجع اقول كل شركه تختلف في شركات السي او يسوي بنفسه ابروفل او بعض الاحيان هو بنفسه اللي بيكون بيسوق اللي يكون شيف عنده مطعم برجر هو اللي بيكون بيصور الدعايه هو نجم البزنس حقه فهو اللي بيسوي ابروفل على نزلوا ودا ولا لا تنزلوا ودا آه بالنسبه للم... لاداره المحتوى الابداعي اللي هم الناس اللي من نفس الشركه عندهم كل الانفنتوري او الجرد اللي قلنا عليه بطريقه منظمه ويبغوا يستخدموه عشان يظهروا مزايا الشركه او اللي نقدر نقول ايش آه آه جوات الشركه من ثقافه والناس عشان تعرف ايش جوات هذه الاسوار، ايش جوات هذه الحوائط آه خلفها ايش في. في موظف في موظفين في شركة في مجتمع إيش هذا الكوميونتي إيش إيش في جوا هذا المحتوى الإبداعي لازم يظهر بشكل يخدم أرجع أقول أهداف كل شركة أهد... رسالتها قيمها وكمان آه القصة آه وراها جري الوقت عندنا إدارة المنصات دائما يكون في ميديا مانجر إدارة المنصات هذا بيكون بيقيس بيرد على الناس بيعتم إنه وقت البوست نزل في التايم ونرجع حنتكلم قدام خليني أمشي على السريع لأنه قرب الوقت يخلص على القيم الأساسية لكل قطاع ولاحقا كل شركة كذا خلصنا كيف حنبني الخطة ومين اللاعبين في الخطه حقتنا الاساسيه وكيف لازم نمشي حسب الاثوريتي ماتريكس وجدول الصلاحيات بالنسبه للقيم الاساسيه لكل قطاع حتقول لي انا كيف ابني المفاهيم العمليه للفريق حقي عشان يبداوا ينتجوا طب انت كصاحب اعمال عارف انت كصاحب شركه عارف انت كرئيس قسم عارف لازم تشوف طبعا انا كاتبه هندسه وملامح ملامح العلامه التجاريه مو يعني انك تصممه كمهندس هي اسمها اركتيك او انه ال ال البراند اركتيك او ملامحه كيف ملامح هذا ال 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 البراند اليوم عندنا عيادات الاعمال شكلها زي سماعه الطبيب لانه نحن نساعد المشاريع المتعثره نساعد رواد الاعمال المتعثرين انهم اه نوصف لهم الدواء لكن دول البزنس فعشان كذا هو شكله اذا شفنا قدام انه نحن تطور عملنا وصرنا مو بس المشاريع المتعثره صرنا نطورها ولا حتى نكبرها حتلاقوا الشعار حقنا ممكن يتطور مع تطور الدور اللي نقوم فيه نفس الشيء نماء المنوره لديهم يعني صراحه هويه مؤسسيه جدا جميله فانت لازم تعرف الملامح وطبعاً تطوير موجز للأهداف، هذا اللي قلنا عليه حنعطيه للشركات التعاقدية، نقاط مهمة للنظر فيها إيش لازم نحط في الاعتبار، كيف حنخطط، كيف حنتفاوض ونتعاقد، وحديكم كم. مفتاح لما تيجي تتفاوض مع احد كيف ممكن انك تقلل الكوست على شركتك لما يجيك العرض الرئيسي وهنا حيزعلوا علي شركات التسويق اللي بتبيع خدمات الاعلانيه للشركات والمنظمات لكن انا مع تقليل التكلفه ومع اننا نحن نعظم الاثر بس نقلل التكلفه الماليه. المتابعه والمراقبه والتقييم والاغلاق، هذه هي الاستراتيجيه كامله، هنا انا حطيت مثال اول وثاني كيف انت يكون عندك قيم اليوم بي ام دبليو وانا ترجمتها للعربي اوروبيان اللي هي الاوروبي انه هو يبغى يكون السايل اوروبي انت تبغى فاتح كافيه شكله شعبي انت تبغى تكون شكلك شعبي من الاجواء الشعبيه او التراثيه او التقليديه لا انت تبغى يكون شكلك بزنس فحتقول انه انا مودر يعني كل احد حيحط الفاليو حقه على حسب ما هو يستهدف فاليوم بي دبليو عندها هدف انها تكون اوروبيه انها تشعر بالقياده مو قياده قياده السياره انه انت تقود مسار حياتك او انت تليد يعني طريقك في الحياه فهم عندهم هذه احدى القيم الثقه بالذات انه انت لما تجلس في البيئه وتمسك المقود بتحس بالثقه انه هذه السياره تقدر توصلك مشوارك بامان وتقدر انك تكون فيها واثق من نفسك لما تظهر على العلن والاناقه لانها انيقه ورشيقه وشكلها جميل بالنسبة لي نجي لنايكي واحدة من الشركات طبعا الكل قال لي ليش رحت لشركات عالمية لأنه هذه تستخدم في أكاديميا في مناهج الجامعات وأنا لسه قاعد أدرس الآن في الماستر في الكوربت كوميونيكيشن فهي مصرح لنا أننا نستخدمها أما الشركات السعودية كان لازم أني أستأذن من الأخوان والأخوات اللي عندهم فالي وأقدر أستخدم شعاراتهم وما كنت أخذت الإذن فما قدرت أشاركها معاكم فنايكي عندنا عندهم روح التحدي يرمزوا للرياضة رغم أنهم ملابس هم متخصصين في الرياضة وهم حددوا وين يبغوا يكونوا آه المتعة يبغوا الواحد يكون مستمتع هو يسوي رياضة لأنه شكل الملابس آه مو بس شكلها حلو كمان مريحة وكمفي آه والمجهود أنه أنت قادر أنك تسوي المجهود اللازم عشان تقوم برياضتك المفضلة هذه كلها قيم كل هذه القيم قاعدة توصل لك عن طريق الألوان الدعايات اللي في اللي في الادوات التقليديه والغير تقليديه للتسويق. نيجي لما نقرر نتعاقد مع شركه نبغى نسوي موجز تقول لي فريقك روح دوروا لنا شركه احنا شركه كبيره فانا كاتبه انه يجب استخدام هذا الملخص من قبل الفريق الداخلي او مستند مكتوب يقدم للوكاله انا جبت ثلاثه وكالات كلها ابغاها تقدم لي شيء ما حأرمي لها استراتيجية الإدارة حقتي ولا حأرمي لها استراتيجية التسويق والاتصال حقي لا أنا كيف أعرف أنها كاملة أجاوب على كل هذه الأسئلة هذه الأسئلة أكاديمية ما الذي يجب تضمنه؟ الشركة كاملة رؤيتها مهامها القيم الستوري تيلينج حقتها كاملة معلومات السوق وأبحاثك أنت لازم تسوي ريسيرش هتقولي أنا ما عندي شركة تسوي ريسيرش؟ مو كل الأبحاث تسوى عن طريق الشركات، في تطبيقات بسيطة للأبحاث التسويقية، دخل فيها المعلومات تطلع لك. طبعًا غير هيئة الإحصاء والشركات الثانية، بس مو كل الـ, 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 الـ رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة قاعدة تتبع النهج الصحيح، وهنا تقدروا تلجؤوا لعيادات الأعمال، في مستشارين متخصصين انهم يقولوا لك كيف تسوي البحث التسويقي الصحيح، ما يحتاج انك انت تقول حجيب شركه وتسوي لي فيزابيليتي ستدي وانت انت اصلا لسه ما بدات، لكن تقدر تسوي فيزابيليتي ستدي على كل المشروع حتلاقي الدراسه السوقيه داخلها، لكن انك انت بس تسوي عشان التسويق لا، خلي دراسه فيزابيليتي ستدي كامله احسن. وطبعا هي جزء كبير منها حيكون الدراسه التسويقيه. آه نيجي لرسالة ماذا نريد أن نقول هنا تيجي دورك أنت كموظف شركة أنت ما هم ما حيتكلموا عن لسانك هم ما يعرفوا أنت مين أنت ما تعرف أنا إيش أبغى أقول عن شركتي أنا اللي أعرف ليش سويت دي الشركة وإيش أبغى أقول عنها وإيش أبغى يوصل للناس سو so أنا أعطيهم إيش أبغى أقول مع مين نريد أن نتواصل طبعا هو ما حيحدد لك الأودينس انت اللي تحدد ومجالك حق الاعمال قطاع الاعمال هو اللي هيحدد وانت في خطتك الاستراتيجيه محدد لازم تعطي له هذه المعلومه لا تفترض انه هو عارفها. ايش الاهداف الاعلاميه؟ قول له والله انا ابغى انتشر محليا، انا ابغى انتشر عالميا، انا ابغى اكون دائما مع الجهات الحكوميه، انا ابغى اكون مع الجهات الخاصه ماني مستهدفه الحكوميه، انا ابغى مع القطاع الربحي، انا ابغى مع الغير ربحي، انت تحدد هدفك كل ما كان عندك رؤيه واضحه، ما تخليها كذا مفتوحه على غير هدى. يكون النتائج ملموسة الأوتكم والإمباكت طبعاً الأوتكم يختلف عن الإمباكت الأوتكم هي المخرجات التي تقاس والإمباكت الغير مقاسة لكن يقاس الإمباكت بطريقة ثانية لكن هو أكثر شيء يعني صدى العمل أو أثره الأثر بالنسبة للميزانية هنا أنت حتقول له ترى أنا ميزانيتي كذا ما يجي هو يعطيك قل أديني خطة بميزانية كذا ايش نبغى منكم؟ نبغى منكم والله تسووا محتوى، والله نبغاكم بس تعملوا اكسكيوشن للبوست ما عندنا وقت. ايش تبغى؟ ولا تبغى يحطوا لك على كل دي المعطيات يعطوك استراتيجيه ممكن انها تعطيك استراتيجيه او خطه اعلاميه، نحن عندنا استراتيجيه وراضين فيها، نحن نبغى الخطه الاعلاميه اللي ننطلق فيها للعلن، ولا تستهونوا بافتتاحكم للاعمال. كثيرين يستوعبوا بعد ما خلص البزنس سنه انه الان وقت اني انا انطلق، لا لا لا. انت يوم ما تفتتح كشك الايس كريم حقك هذا الوقت المناسب اللي انت تعظم فيه قيمه المنشاه حقتك والبراند حقك وتقص الشريط وتجيب اكبر واحد في البلد يقص الشريط لا تستهون باقل حاجه لانه اذا بدات كبير وبصدى كبير حافظ عليه، لكن لا لا تبدا في الخفاء ابدا صغير بس لا تبدا في الخفاء حتى وانت صغير كل اللي بداوا صغار بس معلنين هم اللي كبروا اليوم وتقدروا تقيسوا على كلامي. طبعا متابعة وقياس النتائج زي ما قلنا على الفيدباك وال الراجعة. نيجي للنقاط الهامة الأخيرة اللي يجب مراعاتها آه لما نبني الخطة آه المزيج التسويقي اللي قلنا عليه قبل كذا، كل المحطات التقليدية والغير تقليدية. الأساليب التقليدية والغير تقليدية إحنا نقول للشركة متى نبغى نستخدمها ومتى لا. ما يجي يقول لي روّج عن المنتج بالتي في. بينما أنا أقدر أروج على المنتج بالتي في، لكن على الحملة الإعلانية قبل رمضان في المواسم. وهنا أنا حطيت لكم قدامكم المواسم. أقدر أتكلم عنها عن طريق السوشيال ميديا. ما يحتاج الا اذا كنت شركه كبيره لي اثر بجيب منشد بجيب اطفال في شركات كبيره سعوديه جميله احنا نستنى من رمضان لرمضان عشان نشوف اعلاناتها ولها صدى وصارت عاده عندنا هنا هي عملت قصتها الاتصاليه تحديد تحديد وضعيه الرساله ايش نحن نبغى نحط في ذي الرساله وضعيه او ستيتمنت عشان نوصلها ومراحل الوسائط اللي هي قبل الاطلاق اثناء الاطلاق ما بعد الاطلاق يوم أنا عندي مؤتمر وعندي ميزانية لهذا المؤتمر ما ينفع أحط 50% في لتجهيزات ما قبل المؤتمر والإعلانات اللي قبل المؤتمر هذه ما تتعدى خمسة في عند البروفيشنال بيب أكثر من خمسة في لا تحط في مراحل ما قبل الإطلاق مراحل الفعلية لإطلاق المؤتمر الكامبين، الحملة، المشروع هذه حط فيها خمسة وأربعين تقدر توصل لخمسين اللي, اللي ما بعد اللي هي التغذية الراجعة واللي هي تسد بها الثغرات وتشوف فين إحنا نقصنا وين لازم نقوي هذه خلي فيها معظم باقي ميزانية الحملة نجي للشركات الكبيرة فقط لما تجي تتفاوضوا مع الوكالات لإني أنا مع إنه التيم الداخلي هو اللي يشغل الشركات الكبيرة فقط اعتمدوا انكم تاخذوا خصومات بانكم تبينوا بعض المعطيات اللي انتم حاطينها انها موسميه ما هي دائمه فلا يسعر لك على ذا الاساس السياق الاقتصادي وحاله السوق المعذره على التيبو حاله السوق حاله المنافسه بين لهم انه انت وين وضعك بين المنافسين وانه انت ما تحتاج كل هذا المبلغ تدفعه مساحه خاليه من الوثائق بين لهم انه انت قاعد تكون في مساحه اوريدي هي موجوده وفاضيه وانت بس حتعبيها فما يحتاج كل هذا السعر وتبغى تكثف وتزيد من حجم المحتوى في وسائط واحده يعني ما انزل تغريده تقول كلمه واحده بس لا انا انزل تغريده او محتوى يهدف لاكثر من محتوى عندنا هنا حقائق هامه المنشورات دائماً بالنوع مو بالكم. كلنا يفضل في ذاكرتنا الكم أو النوعية ما هي اللي بالكمية. دائماً النوعية هي اللي تفرق معانا واللي تبقى معانا وتلاقينا عاملين فولو حتى للحساب اللي هي فيه. بالنسبه للانترنت مره كويس انه نحن نستخدمه للحملات الاعلانيه ما نحتاج حملات اعلانيه مدفوعه او في سوبر ماركت او في مولات لانها مكلفه واليوم مع الكورونا والتباعد الاجتماعي ما صارت لها اودينس او توصل للفئه المستهدفه بهذاك الكميه. نيجي للفتره اللي تحتاجها الوكالات لاتمام كامل الخطه طبعا حسب الكي بي ايز وحجم الشركه حسم الوصول والتردد وهنا شطاره التيم عندك انه يقيس التغذيه الراجعه وعلى طول ياخذ الاكشن انه يعدل ويحقق التعديل اخر واحده تحليل ما بعد انتهاء الحمله الاعلانيه طبعا انا بسرع لانه الوقت انتهى له دقيقتين بس ما في مانع انه نجلس كمان عشر دقائق وناخذ الاسئله اللي كلها في المحادثات آه ما بعد الحمله بس وضعوا في الاعتبار. آه الاجراءات اللي اللي زي ما قلت قبل الاطلاق ومراحل ما بعد الاطلاق ايش سوينا؟ ايش اللي لازم ما نعيده مره ثانيه وايش اللي نجح ولازم نعيده؟ ولازم نقيسه. مقاييس الوسائط المستخدمه قلنا انه كل آه صفحه اعلاميه او كل يعني تويتر له ادواته، وانستغرام له ادواته، ولينكدين له ادواته. التعويض في حاله عدم الانجاز في حاله ما انجزنا وين ممكن نعوض؟ فين الثغرة؟ عائد الاستثمار للحملة مقابل المبيعات إذا حملتي تستهدف بيع منتج أو عندي أمبوش امبش ماركتينج يعني أنا اليوم أبيع مشروب غازي وبيبسي هي أخذ إعلانات كرة،, كرة, القدم السعودية أخذ الرعاية أنا هنا ما أقدر أخذ اعتماد أني أروج للمنتج حقي لكن أقدر أعمل الأمبوش ماركتينج اللي هو ما اتطرق للبيبسي، ما اتطرق للدوري السعودي، لكن اجيب ناس بتشجع كوره وقاعد تشرب العصير حقي، وشجع فريقك المفضل مع مشروبك المفضل، هذا اسمه امبوش ماركتينج، وما تكون تعديت لا على حقوق هذا ولا على حقوق هذا، لكن تكون انت حققت في فتره قصيره وموسميه استثمار مقابل مبيعات قوي، هنا انت شوف عائد الاستثمار، هل الامبوش مثلا، طبعا انا بضرب مثال، امبوش ماركتينج مشي معك ولا ما مشي المره الجايه نشوف طريقه ثانيه؟ وشكرا لكم، أتمنى أني أكون أوجست وأنجزت لأني معلش أم... مو طالع عندي الأسئلة فريقنا ما. أيوه هنا الـ question. هل يمكننا ب... السؤال الأول من حسن إدريس هل يمكننا بالتحكم فيما نسوقه في وسائل التواصل الاجتماعي؟ آه طبعا يمكن أنا نتحكم وإحنا ذكرنا أن التواصل الاجتماعي إذا كان آه في الشانل أو القنوات اللي نحن نتحكم فيها كشريكة إيوه لكن اللي ما تقدر تتحكم فيها اللي آه تطلع القنوات بعد أي إعلان أنت عملته مدفوع أو تغريدة أنت نزلتها بكامل إرادتك وصار لها صدى آه سيء أو حسن انت ما تقدر تقفل الحسابات اللي الناس قاعده تقول فيها فيدباك او تعلق على هذا الكلام شكرا لك اخ حسن نيجي لي ساره على اي اساس تبني القيم زي ما قلنا تبني القيم على القصه ما وراء القصه اليوم انا بنيت البزنس حقي لانه الوالده كانت تعبانه فانا جبت فريق تمريض اخترعت تطبيق يجيب العلاج الطبيعي للبيت أم كل القصة أم المساعدة، هل هي أه كبار السن، أه اهتمام بكبار السن والتفات لهذه الفئة. التعليم، الاديوكيشن، انه يكون في اديوكيشن أه للعلاج الطبيعي. القيم تطلع من القصة اللي وراء البزنس واهداف البزنس. ابتسام الجريسي، اهم شيء الخطط أه الاستراتيجية قبل البزنس، صحيح. مو قبل البزنس احنا نتكلم اليوم عن خطه تسويقيه تكامليه هي تعتبر فرع من الخطط اللي تطلع من الخطه الاستراتيجيه الكامله للمؤسسه او الوزاره او الشركه نفسها يعني نحن فرع من شجره لسه في خطط للهيلث سيفتي لسه في خطط ريسك مخاطر نحن الخطه التسويقيه الاتصاليه التكامليه نحن واحده من الخطط اللي بتطلع من الخطه الاستراتيجيه الاساسيه فسالتيني اهم شيء الخطه الاستراتيجيه قبل البزنس اصلا ما في بزنس يقوم غير على نموذج عمل ونموذج العمل يطلع منه كل الخطط اللازمه والخطه الاستراتيجيه التسويقيه الاتصاليه التكامليه تحتاج تكون تحقق اهداف البزنس وحقيقي هي العصب اللي يوصل بزنس بدون اتصال فعال بدون تسويق فعال ما عمره حيحقق اهدافه الا لو كانت عقوده موجوده حتى لو كانت عقوده موجوده يمكن ما يعيدها من جديد أنا أقول لك في الزمن اللي إحنا فيه كله يعتمد على الاتصال. أستاذة هل من نجاح مهام هل من مهام منظمة ونجاحها مسيرتها إنشاء إدارة الاتصال وهي الأفضل اتصال داخلي أو خارجي وكلمة معاً يعني في المنظمات الكبيرة مرة يعني خليني أضرب مثل بالمستشفيات. المستشفيات طلع الاتصال الداخلي تحت مين؟ تحت الاتش ار، الموارد البشرية. وأنا دائما أقول اليوم يمكن ما تطرقت لأنه ما جاء موضوعها بس دائما الموارد البشرية يبدا عندها الاتصال الداخلي لكن الاتصال الخارجي لا يمكن يبدا عند الموارد البشريه يبدا عند التسويق والتواصل والاتصال وقد تكون عندك اداره تسويق تقوم بمهام الاتصال بس انت مسميها تسويق لانه اصلا مسمى الاتصال المؤسسي هو حديث وجديد على كل العالم مو بس على السعوديه يعني السعوديه دخل من ثلاثة أربعة خمس سنين العالم دخل من عشر سنين هو زمان كان اسمه ماركتينج ما كان اسمه كوميونيكيشن ف وهذا السبب انه اليوم انا وغيري نسعى اننا ندرس في احسن الجامعات لأنه نحتاج نتخصص نحتاج نعرف التقنيات لهذا العلم ونطبق احسن شيء ان شاء الله في بلدنا ونحقق به رؤيتنا بالنسبه للاتصال الداخلي والخارجي طبعا اي منظومه ان شاء الله من من شخصين مكونه هذه الشركه او المؤسسه او الوزاره في اتصال داخلي قاعد يصير وفي اتصال خارجي قاعد يصير فكلهم مهمين لكن مو لازم تكون بهذا الكبر انا زي ما قلت يمكن يكون رئيس الشركه او مديرها او صاحب الاعمال هو اللي بي بيسوي الاتصال الداخلي والخارجي بس انا دائما اعول الاتصال الداخلي للموظفين والبيئه العمل على الاتش ار بعدين ينتقل او يوجه من اداره الاتصال اذا كبرت الشركه وصار فيها اتصال داخلي هل الدوره محصوره لطلاب المبيعات او الموظفين ولا لا طبعا يعني اليوم الفئات اللي حاضرة وصلوا الحضور 400 و500 أنا متأكدة أنه معانا كل شيء، رؤساء تنفيذيين، آه كيف أحدد قناة التواصل الاجتماعي اللي توصلني بالشريحة المستهدفة لمنتجي؟ هذا آه السؤال مرة مهم وحلو، شكراً حسن. آه قناة التواصل الاجتماعي اللي توصلني الشريحة تحددها استراتيجية منتجي واستراتيجية آه شركتي فين تبغى توصل وتوصل لمين؟ زي ما قلنا اول بي تو بي ولا بي تو سي للافراد ولا للشركات او للاثنين معا معناته حستخدم اكثر من من قنوات. يوسف الحربي كيف اعرف الوقت المتبقي للدوره؟ آه خلصت الدوره. استاذ آه رنا عندنا استفذار اذا انا مبتدئه بمشروع كيف اجذب العميل لي؟ خطة تسويقية خطة تسويقية اتصالية تكاملية أول شيء ابدأ بالستوري تيلينج أول شيء قبل أنت خلاص تقول أنه هذا الشعار حقي اللي حطلع بيه وهذا البراند حقي والهوية المؤسسية اللي حطلع بيها إيش القصة اللي وراها طلع الفاليو ابدأ تكلمي عن قيمك وانطلقي وسوي حملة ما قبل الانطلاق أثناء الانطلاق وما بعد الانطلاق والتدشين بالتوفيق ان شاء الله للجميع يحتاج التسويق على التواصل الاجتماعي بي تو بي حيث المستهدف بي تو بي هل ليس لشريحه العملاء الا طبعا هم البي تو بي برضه يعتبروا من العملاء نجي على أساء على اي اساس تبنى القيم جاوبنا السؤال عبد العزيز الاهدل هل هل الدوره برضو محصوره لطلاب المبيعات لا مو محصوره بس اكثر الاعلانات في السناب شات صحيح يمكن انا تكلمت على السناب شات بطريقه انه مو مره تعتمد هذه وجهه نظري الشخصيه انا ما اشوفه اليه موثقه انها هي انت تعمل البوست ويبقى نحن نتكلم عن الاليات اللي يكون لها اثر وقت طويل والسناب شات تروح السنابات بعد 24 ساعة، حتى لو أحدثت أثر فهو مرة قصير، آه، تنفع للناس المبتدئين يسووا تجاربهم، عندنا الطهاة السعوديين آه، ينزلوا الوصفات في تويتر لكن على سناب شات ينزل الوصفات. الخطوات، هذه أنت نزل سناب شات تنزل الخطوات ويتش از يعني حتخلي متابعينك كثيرين بس هذا يكون شخص واحد قاعد يعمل طهي لكن لما أنت تمثل منظمة أنا أعتقد إنه يجيك يوم وطني تسوي ثيم اليوم الوطني وتسوي فلتر اليوم الوطني ويبقى الفلتر بالصور تطبعوها عن طريق الكمبيوتر ولا تصير في شاشات الشركه كل موسم ولا كل موسم قادم تستذكروا الذكريات هذا انت خليت اثرها طويل فهي حسب ذكاء استخدام السناب شات. ننتظر مفاتيح تقاليل التكلفة اللي ذكرتها نهاية العرض والعرض ترى موجود على اليوتيوب واللي يبغى يحصل على العرض يتراسل مع عيادات الأعمال أو نماء المنورة، عيادات الأعمال تملك حقوق المحتوى ولكم حرية التعامل فيه واللي يبغى يتواصل معايا حتى شخصيا ويكون تابع سواء رائد أعمال لنفسه أو أي شيء لا مانع. الورشة جميلة شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لكم على على الكلام الطيب. من ناحية التوظيف الاتصالات التسويقية طبعا هذا مرة سؤال مهم هذا جاء من مين؟ آه نسرين وديع. نسرين مرة سؤال ذكي. طبعا الاتصالات التسويقية التكاملية لو كانت صح لو كانت قاعدة تطبق صح معناته انت حتجذب مو بس عملاء كمان موظفين. ايش الشركه هذه اللي تسويقها مرتب وعندها قيم وعندهم ثقافه عمل، انا اكيد ابغى اكون واحد من هذه من افراد هذه الشركه. غير كذا اي موظف اليوم وخاصه انا اتكلم صراحه ما في انحياز، انا مع الدايفرستي والانكلوجن ومع كل الجنسيات وعندنا في نسمه 64 جنسيه نحتفل بجميع الايام الوطنيه لهذه الجنسيات، لكن الشباب والشابات السعوديين اليوم واحنا نده نهدف الى التوطين في كل مكان في وزاراتنا في شركاتنا في منشاتنا ما يبغوا يكونوا جزء من مكان ما له اعتبار او هويه او فاليو او يعني قيم او يكون عنده آه ثقافه عمل مو بس واضحه جميله وملموسه وتلامسهم حتى هم آه لما يكون المشروع بسيط من البيت يعني كيف اسوق له باقل التكاليف؟ كل الوسائط كل منصات التواصل شوفي فين الفئه المستهدفه موجوده سوي المحتوى تمام اهم شيء بناء المحتوى الجيد بناء المحتوى الجيد مغتربه ممكن تكون موجوده في بلدنا البلدان من الجنسيات العربيه قاعده تنظف بيتها وتربي بنتها عندها متابعين لو باعت شيء تراب كان اشتروا منها ينقلب ذهب لانه هي قاعده تهتم بمدونتها والمحتوى اللي تقدمه أه لما يكون ما هي التغذية الراجحة أه التغذية الراجعة اللي هي اللي نقول لها دائما إحنا متعارف عليها الفيدباك يعني أنا أنزل تغريدة كم لايك جاني كم ريتويت كم إجابة كم مشاهدة كم إمبريشن حيجيني حقيس قوي ولا ضعيف المحتوى ده لاقى إقبال ولا ما لاقى إقبال نفس الشيء على المنتج لما ينزل وتقيسوا طبعا أنا بس ضربت مثال بتويتر بس كل منصة لها أدواتها اللي تقيس وأرجع أقول في أبلكيشن مخصصة تقيس أثر باشتراكات تقيس أثر الأدوات التسويقية. هل مواقع التواصل الاجتماعي تكفي لتنفيذ خطة بزنس صغير؟ صحيح تكفي. تكفي للمبتدئين تكفي. ما الفرق بين الخطه التسويقيه والترويج؟ الترويج او الحمله الاعلانيه هي جزء من الخطه التسويقيه، انت تحدد المواسم ولا المنتجات حقتك متى جاهزه انك تطلقها وتعمل لها الحمله الترويجيه او الحمله الاعلانيه، كلمه ترويج تعني اعلان، تعني ماركتنج آه، كامبين او الادفردايزمنت. هذه تكون مؤقته ما عمر واحد يسوي أدفرتايزمنت من طول السنه، ما في احد هي لازم لها سبب ولها اوقات ولها اسباب يا اطلاق منتج جديد يا موسم رمضان يا موسم العيد وات أه المواسم اليوم نحن بنقدم هذه الورشه مع نماء بسبب انها هي اليوم يوم الاعمال عند نماء عندها موسم. ايش الاثر اتصال المؤسسي الداخلي على ثقافه المنظمه؟ انا ما حقول لك بس يزيد الولاء ويزيد الانتماء لا حيخلي في احترام حيخلي في ضوابط حيخلي في اه ايمان بقيمه المكان اللي اشتغل فيه والريسبكت والاحترام ترى الريسبكت والاحترام اه مره مهم في مزاوله الاعمال وانه ينتشر في المنظمه اه في حال تم وضع صورة لمنتجي كيف أقيس مدى الفعالية بلايك أو المشاهدة أرجع أقول في تطبيقات خاصة تقيس حتى اسمك كم مره طلع في سيرش جوجل ومين الجهات اللي قاعده تبحث عنك ومين كم احد حاول يتواصل معك في بس انا ما اقدر اقول اسماء ابلكيشن لانه هاي تعتبر من انواع الدعايه وهذا غير مصرح فيها عندنا في عيادات الاعمال عندنا بوليسي وسياسات ما نقول اسماء جهات غير اللي نحن مصرح لنا من عندنا او تمثلنا فما ندخل في 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 دعايات لاحد هل الاعلانات المدفوعه في التواصل الاجتماعي تضيف لتسويقه؟ بعض الاحيان نعم، اذا كان في بدايته او ضعيف او يبغى زياده فولور او توثيق يحتاج توثيق لا مانع من اننا ندفع له. مقركم الرئيسي باي مدينه بالسعوديه؟ عيادات الاعمال هي منشاه سعوديه او انه جهه سعوديه غير ربحيه موجوده نحن رحنا حايل، رحنا الشرقيه، رحنا الرياض، رحنا المدينه، رحنا مكه كنا في كل بيبان مع منشات ومعظمنا زي انا مستشار العيادات ومستشار بيبان. آه فمستشار عيادات الاعمال قصدي مستشار من هيئه المنشات يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه. هل يوجد علاقه بين القيم المقترحه في البزنس موديل بالقيم في خطه الصال المؤسسي؟ طبعا انت تتصل مؤسسيا مع الناس لازم يكون عندك قيم. <applause> عفوا يا ريم عفوا انا مره مبسوطه انه عجبتكم الدوره. ايش اثر الاتصال المؤسسي الداخلي قلنا لازم يكون الشخص تخصص التسويق عشان يمارسه لا مو لازم ممكن انه يكون هو كوميونيكيتر وماركتير بالفطره وانا اتكلم هذا الشيء عن تجربه شخصيه الان انا متخصصه في الاتصال المؤسسي بماستر منه لكن سابقا كنت متخرجه من تخصص طبي وحقيقي احب التسويق من يوم يومي وهذا انا اليوم اتصال المؤسسي شكرا لكم، كذا جاوبنا يا جماعة على كل الأسئلة، في شيء ثاني؟ أه جات الأسئلة، آه ما هي الطرق والأساليب المناسبة للاتصالات الفعالة والناجحة مع العملاء؟ آه طبعا الأساليب والاتصال في الكاستمر سيرفيس هو علم يدرس خدمة العملاء آه فيها emotional intelligence، فيها business إيتيكيت فيها كثير من المهارات اللي لازم يكون الواحد يعني يدارسها والدورات متوفرة جدا يعني تقدروا ترجعوا تيجوا تاني لعيادات الأعمال في مستشاري من كل التخصصات كمان تقدروا تطلبوا ورش ويقدروا يقدموها لكم سواء عن طريق نماء سواء عن طريق المنصات الأخرى اللي نحن نتطوع فيها كتنفيذيين كيف تقدر تنافس شركة قوية؟ اذا كانت هي بدايه عملك انت عشان تنافس هذه الشركه لا تس، لا تستسهل بخصمك انا دائما اقول اللي يطلع ويكون شغله كويس وما ينجح يكون يعني استسهل خصمك كونك انت عارف من البدايه انك انت بتنافس قوي معناته انت حتنجح كيف تقدر تنافسها آه، ضع قيمه مضافه في منتجك هي ما تملكها شكرا لكم شكرا اتمنى اكون كده جاوبت على كل الاسئله ايش رايكم يا نماء مو خلاص؟ يعطيكم العافيه استاذ رنا تشرفنا بتواجدكم معنا اليوم ايوه خلاص كذا تمام تسلمي تسلمي وشكرا للجميع شكرا على حضوركم